السلام عليكم، دعوني اليوم اريكم طريقه تشغيل يد اكس بوكس. طبعا انا طلبتها من امازون وصلت اليوم. هذه هي كما تشاهدون الكرتون من الخارج. نقوم بفتحه الان. هذه اليد من الداخل كما تشاهدون، اللون الاحمر. طبعا في منها عده الوان، في منها ازرق وفي منها اسود كما تشاهدون. هذه البطاريه اللي تجي تبع شو اسمه اليد نفسها. طبعا البطاريه هذه تستخدمها مره واحده ما تنشحن، تحتاج تطلب بطارية تنشحن، تحتاج لها شاحن لحالها، يعني ما تنشحن من نفس المكان هنا، لأنه هذا المدخل الذي هنا التايب سي هذا لتوصيلها بالإكس بوكس أو بالتحديثات. وطريقة التشغيل من هنا، إذا قمنا بالضغط على هذا الزر تشتغل، وهنا زر التحكم كامل هنا. طبعا أنا طلبتها لاستخدامها في الجوال، يعني ما استخدمها في الإكس بوكس. هذه البطارية طبعا، وهنا نستطيع تركيبها بهذا المكان. هنا عندنا موجب وسالب، بعد ذلك نقوم بتشغيلها من هنا من نفس المكان هذا. نضغط الزر هذا اللي هنا، نطول عليه، إذا جات اللمبة هذه زي كذا الآن قابلة للاقتران. إذا طولنا على الزر تقبل الاقتران. نبحث عنها في البلوتوث العادي في أي جوال ونقوم بتشغيلها. إذا اتصلت تجيك زي كذا، الآن اللمبة وقفت كذا يعني متصلة كما تشاهدون. هذا هو اسمها، وكأنها هنا متصلة الآن. أقوم بتشغيل أي لعبة الآن وتقوم بتجربتها. الآن اللعبة تقوم بتشتغل في الجوال كما تشاهدون، وهذه هي المنتظرة للتشغيل كما تشاهدون. زرار التحكم هنا عندي كاملة. هنا طبعا للذهاب والإياب. وهذا للضرب. هذا طبعا فتح السيارة، وهذا يعني كل لعبة فيها تحكم غير اللعبة الأولى كما تشاهدون. الآن هذا للسواقة، للذهاب للأمام، وهذا للخلف. طبعا هذا في لعبة حرام السيارات، يعني كل لعبة تختلف التحكم فيها عن الثانية كما تشاهدون. هذه الأزرار الإضافية اللي هنا الثلاثة، وهنا عندي زر هذا الذي يقوم بتغيير الاتجاهات لما تكون ماشي في رجلك كما تشاهدون. الآن سوف أقوم بالخروج وأمشي برجلي. هذا زر المشي بالرجل، وهذا للسيارة. وهنا عندنا زرير ثاني برضو. طبعا كل الأزرار تشتغل في اللعبة، يعني من لعبة للعبة تختلف عن طريقة التحكم كما تشاهدون. أنا قمت بتجربتها هنا في حرام السيارات، كلها تشتغل، كل الأزرار تشتغل، ما في أي زر ما يشتغل كما تشاهدون. كل الأزرار تشتغل، سواء في السواقة، سواء في المشي، سواء في المضاربة، سواء في المناورة، سواء في أي شيء. هذا طبعا الشرح في الأندرويد، سوف أقوم بتجربتها أيضا في الآيفون.